أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
أنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحاضرين والغائبين اللهم ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا بحرمة أسرار تعالى الفاتحة